مرحبا، هذا اليوم الموافق 21/1/2024، ومثل ما تشاهدون في منخفض جوي في ألمانيا عموما وفي برلين تحديدا حيث أنا أكون ساكن هنا. ومثل ما تشاهدون أنه بحيرة الفايسرزي الآن أنا على سطح البحيرة، تجمد سطح البحيرة بسبب البرودة. درجة الحرارة كانت قبل يومين -7، أما الآن تقريبا كانت -1، فأخذت جولة على سطح البحيرة. الظهر تقريبا كانت درجة الحرارة 1، وكان الثلج مثل ما تشاهدون يغطي كامل البحيرة. الألمان كانوا يتجولون ويتمشون حول البحيرة، الهواء نقي والهدوء كان كلش حلو. ومثل ما تشاهدون احنا الآن على سطح بحيرة الفايسرزي، وحتى في ناس كانوا كثير يتمشون، لكن أنا رحت تقريبا وقت المغرب، فمثل ما تشاهدون الناس قليلين والبرودة كلش كثيرة. فأني أيضا أنصح أي واحد يروح يكون حذر، لأنه الأرض زلقة والطريق يعني زلق كلش، فحتى يحافظ على نفسه على كيفه ويلبس أحذية تكون تشبك بالأرض. أتمنى أنه تستمتعون بهذا الجو وهذه المناظر، وأبد تأخذون تستغلوا هذه الفترة، تأخذون صور تستمتعون بها، لأنه هي تجي مرة واحدة أو مرتين بالسنة. تحياتي ومن بحيرة فايسرزي الدكتور خالد الديوتشي من برلين ألمانيا. وهنا شوفوا البحيرة المي، احنا فوق البحيرة نتمشى، سبحان الله. قبل ما انهي الفيديو، فقط هذه هنا احنا على الارض والناس على البحيرة هناك. مع السلامة.